هذه مختارات فوائد من كتاب الكلم النوابغ لأبي القاسم الزمخشري. يقول: عيني تقر بكم عند تقربكم، أي مال أديت زكاته ضرت بركاته، المتقون في ظلال وسرور، والمجرمون في ضلال وسرور، العمل مع فساد اعتقاد مشبه بالسراب والرماد، فرب موهبة للمروءة موهبة، أكرم حديث أخيك بإنصاتك وصنه عن وصمة عدم التفاتك، مخلب المعصية يقص بالندامة وجناح الطاعة يوصل بالإدامة، وجد قرينا يناصحه فظنه قرنا يناطحه، كل طريقة لم تقومها حجة فتلك طريقة مروجة، فالق الحب والنوى خالق الحب والنوى، لغرو أن يرتفع أولو الجهل وينحط العالم، فقد يتدلى سهيل وتستقل النعائم، ملاك حسن السمت إيثار طول الصمت، كم أحدث بك الزمان أمرا إمرا، كما لم يزل يضرب زيد عمرا، عمل فيه رياء ما عليه ضياء، ما الثمر اليانع تحت خضرة الورق بأحسن من الخط الرائع في بياض الورق، ويل لكل رئيس من عذاب بئيس، ما أدري أيهما أشقى، أمن يعوم في الأمواج أم من يقوم على الأزواج، طأ عقاب العالمين تطأ رقاب العالمين، إذا كثر الطاعون أرسل الله الطاعون، طلب الثناء بالمجان من عادات المجان، لا مسك ولا ثناب أطيب من نسك من أناب.